السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غادي نشوفوا فيه روعة وجمال الجزائر، وغادي نشوفوا ردة فعل المغاربة اللي غادي يشوفوا الجمال ديال الجزائر. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم، الا كنتي جديد معايا ما تنساش تشترك في القناة، تفعل الجرس، تخلي شي تعليق زوين واعجاب بالفيديو، الا كنتي قديم اعجاب بالفيديو، بارطاج والتعاليق، وما تنساوش خاوة في التعاليق وصلوا على النبي. المهم باش ما نزيدش نطول نبداو الفيديو. الهند؟ لا مش الهند. لا امارات؟ لا امارات. لا هذي امريكان؟ امريكان. لا شاكي كيبقاو بين الاخرين كبار، اما المغاربه وداك الشيء والشعب مع الشعب. الشعب مع الشعب راه بيناتنا، راه ما كاينش هذاك كلعابه. فاش كنتلاقى مع الجزائريه تلعابه راه كنلقاو راسنا متفاهمين وبعاد على هاد الصداعات كامل. كنت دوزي معنا؟ مرحبا. دورك شي تصاور شوف واش تعرفي عليهم فين كاينين. التصاور ما كاينينش في المغرب. داك شوف واش غتعرف شي حاجه. اللهم بارك. جو بونس هادي في المغرب. المغرب لا ما كاينش هاد الربيع في المغرب. لا ما عرفتهاش. هادي شو 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 واو 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 تدري على الله. شوفي هادي. لا اللهم بارك. الهند؟ لا مش الهند. لا هادي الشمال. لا شوف الزروقية قالت الشمال. التصاور كاينين في دولة عربية، دولة وحدة، دولة عربية. هاد الدولة كاينة في لافريك عربية في تونس؟ لا ازاي؟ كيف جاوك التصاور؟ زوينين. كنتي متوقعهم يكونوا في الجزائر؟ لا قلت لك علاش زعما ما عارفينش حنا هادشي. حيت ما كنسمع شي حاجة زوينة على الجزائر. سمعت قلت لك شي رسالة للشعب الجزائري الشقيق بعيد عن السياسة. لا بعيد على السياسة، حنا والجزائر خاوة خاوة، ما كاينش عندنا مشكل زعما. بعيد عن السياسة راه كتلقى راسنا، أنا بعدا كلعابة فاش كنتلاقى مع الجزائرية تلعابة راه كنلقاو راسنا متفاهمين وبعاد على هاد الصداعات كاملين، الخلافات اللي كاينة واقع. اللهم بارك. خاوة خاوة صح. شكون هادوك اللي كيباغيين يشعلوا العوا في بيناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس. وحتى حنا ما نمشيوش معاهم، يعني انا براسي كنقول خاوه خاوه ماشي نشوف كومونتير ديال شي واحد. هل اللي بغيت نوصح حتى انا جيتي تشوف لا بلوبار كتلقى الجزائريه كتنوض تعاير في شي حاجه ديال المغربيات، هادشي باش كينوضوا يسبوا. اما عمر شي مغربي غتمشي يدا تعاير الجزائريات؟ هادشي في مواقع وفي الواقع هادشي. لا في الواقع، لا في الواقع اصلا كنت تقول للجزائريه تقول لي مرحبا على راس العين. فرق كبير بين المواقع الواقع والمواقع. فاتحين مع كلشي الحمد لله. كذلك الجزائري. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت دوز معنا اخويا. مرحبا اخويا. دورك شي تصاور شوف واش تعرف عليهم فين كاين. مرحبا. سير على الله. كاينش مغربي. سير على الله. التصويره شوف شنو عارف امريكان. ولكن راه التصويره واعره وجايبه بلاصه زوينه ومنظر واعر من تما. هذي باكستان. باكستان. لا نو شوف شنو. اللهم بارك. شينوا. شينوا هذا مش بعيد. مغرب. لا لا شو 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 راكي راه الجزائر. الجزائر ياك. الجزائر. الجزائر تصور كاملين في الجزائر. الجزائر ياك. كيفاش جاوك؟ انت من الجزائر نيش؟ راه مغربي. مغربي جاو زوينين زوينين صح. انت متوقع يكون هاد التصاور في الجزائر؟ بعد هادي هادي لا هادي زوينة. هادي تقريبا بحال المغرب، بحال بحال البلاصة في المغرب، بحال كازا. بحال كازا هادي زوينة. هادي لا هادي جاتني بحال شي اوروبا شي حاجه. هادي لا هادي واعره. الله يلا واعره. هادي ناضيه انا ياك. سميتها هاد البلاصه هادي؟ سميتها مقام الشهيد. مقام الشهيد العظيم. واعره هادي. وش رساله للشعب الجزائري؟ واعره واعره واعره. واخويا الشعب الجزائري خوتنا مش حال هادي فهمتيني. بقيت راه اي مشكل مع عمرنا تفارقوا، يعني خوتنا تيجيو المغرب حنا كنتو جزائري يعني هادي فهمتيني. سمعت. بيناتنا شي مشاكل. واخا شي كيروجوا في وسائل التواصل كشي كيديروا كيديروا زعما كيخترقوا بحال هذوك عصابات ديال اللي شادين الجزائر داك الشيء كيبغوا زعما يفتعلوا شي مشاكل ما بين المغاربه والمغاربه زعما كشعوب، يعني مشاكل كيبقوا بين الاخرين كبار، اما المغاربه وداك الشيء والشعب مع الشعب. الشعب مع الشعب راه بيناتنا راه ما كاينش. شنو تقول لهذوك اللي باغيين في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع بيناتنا؟ الله يهديهم. كيما كنقول عنده فيسبوك كيبقى يشعل العوافي بين الشعبين.
اخويا الله يهدي الله يهديهم على الشعب المغربي والشعب الجزائري الله يهديهم. امين امين خويا الله يهديهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف داز معنا خويا؟ مرحبا. نورك شي تصاور شوف واش عارف اليوم فين كاينين التصاور ما كاينش المغرب. مرحبا. التصويره الاولى شوف هاد التصويره عجبتني الصراحه جايه بلاصه واعره واحد المنظر واعر. ايطاليا لا ايطاليا لا لا شوف هاد خا نشوف مزيان شوف اللهم بارك بونس هادي ما عرفتش اش لا هادي ما قدر على الله تقدر تجيب تي ما عرفتش اش لا شوف امارات لا امارات لا هادي يمن لا لا ما عرفش بونس ما عرفتش لا هي دولة عربية دولة عربية افريقيا ما عرفش دولة عربية كاين في افريقيا شمال افريقيا تونس الجزائر الجزائر تيانين تيان توقع يكونوا هادو الجزائر لا ماكش متوقع حيت اسمح يا ملي داك النخل بونس اكثر شي رساله للشعب الجزائري بعيد عن السياسه رساله للشعب الجزائري بحالاش مثلا شي رساله من عندك انت كمواطن مغربي للشعب الجزائري بعيد عن السياسه رساله للشعب الجزائري بصراحه عمرني زعما تلاقيت بشي واحد في الجزائر زعما مابقاش بيناتنا شي كونتاكت باش نعرفهم كيفاش كيفكروا ولكن زعما انا ما كنقدرش بنادم على لوريجين ديالو منين جاي كنشوف المعامل كيفاش غيتعامل معايا عرفت نقدر نميزو ما عندكش شي سوفونير ماشي جزائري تلاقيت واحد النهار مع واحد السيد هو في الاصل ديالو جزائري ولكن عايش في فرنسا تلاقيت به في معارف سامبا زعما كيديو عادي هما ماشي حتى كيفاش زعما الرؤيه ديالك للشعب الجزائري واش خاوه خاوه ولا العكس واحد المغاربه شي واحد ديز قال له خاوه 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 بصح بحالها شنو تقول لهذوك اللي باغيين ينوضوا فتنه بيناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي باغيين ينوضوا الفتنه واخويا حنا راه مادام جينا قراب الجزائر مع المغرب راه باينه غنكونوا متحدين ان شاء الله يا رب بحال الافارقه بحال المغاربه كلشي بحال الله يسخر بحال كلشي خاوه شكرا لك هادشي اللي كان اخوتي كنتمنى الفيديو كان اعجب ديالكم وباين غيكون عجبكم الى وصلتوا حتى لهنا وما تنساوش تخلوا رايكم في التعليق واكيد كاملين نبغيكم تهودوا للتعاليق ما كاين غير خاوه خاوه ما كاين عداوه وصلوا على النبي وقولوا شي كلمه في حق هذوك الذباب الالكتروني الله يهدي ما خلق هادشي اللي نقولوا وصراحه مناظر زوينه بزاف وهذا الفيديو متميز صراحه يعني فيه شي مناطق زوينه بزاف ومن بلايص زوينه اللي كتخليك تشوف واحد الجمال واحد العالم اخر الحمد لله يعني هذا الشيء ما كتشوف هذا الشيء ما كنشوفوهش ما كنشوفوه علاش ما كنشوفوهش هذا الشيء علاش ما كنشوفوهش كتشوف داك الشيء داك الحقد مسيطر في مواقع التواصل الاجتماعي ما كيخليناش نشوفو هذا الشيء المهم على اي شكرا بزاف لكم على المشاهده الا كنت جديد معايا كتفرج اول مره تشوف فيا ما تنساش تشترك في القناه تفعل الجرس باش يوصل كل جديد قديم معنا اعجاب تعليق فرقعوا الاعجابات باش الفيديو يزيد ينتشر اكثر هادشي اللي كان اخوتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم.